اف الشرطية الحالة الثانية. القاعدة اف past simple فارزة would زائد infinitive اي اف زائد ماضي بسيط فارزة would زائد فعل في صيغة المصدر. مثال if I won a million dollars إذا فزت بمليون دولار. I would travel around the world أنا أرغب بالسفر حول العالم. if زائد ماضي بسيط won مشتقة من الفعل الرئيسي win يفوز won فاز. فارزة بعد الفارزة I اللي هو الفاعل بعدها would بعدها travel يسافر اللي هو الانفينيتيف ومن ثم تكملة الجملة. مثال آخر if I were a doctor إذا كنت طبيب. if زائد ماضي بسيط فارزة I would treat infinitive فعل في صيغته الرئيسية people for free. If I were a doctor I would treat people for free إذا كنت دكتور أنا أرغب بعلاج الأشخاص مجانا. الحالة الثالثة والأخيرة if زائد had زائد past participle فارزة would have زائد past participle. if زائد ماضي تام had زائد past participle هو الماضي التام فارزة would have زائد تصريف ثالث الفعل. مثال if I had more money إذا كنت أمتلك المزيد من المال I would have bought car أنا أرغب بشراء سيارة. if زائد فاعل بعد الفاعل خلينا had ورا الهاد تصريف الثالث للفعل الرئيسي have صار had more money فارزة I would have تنزل bought تصريف الثالث للباي يشتري bought تصريف الثالث كار. وبهذا نكون كملنا الأربع حالات لإف الشرطية.